السلام عليكم. يعيش اليمنيون ظروف حرب منذ 3 سنوات منذ انقلاب الحوثيين وشريكهم صالح على الدولة في سبتمبر 2014. ومن الرياض أعلن هادي معركة استعادة الجمهورية من الانقلابيين بدعم التحالف العربي بقيادة المملكة. اليوم وبعد مرور 3 سنوات على بدء هذه المعركة تبدو الصورة أكثر تعقيدا. يطرأ تساؤل جاد وجارح، ما الذي تبقى من عصا الدولة؟ ونحن نشهد هذا الانهيار الأمني في المحافظات المحررة في لحظة فارقة من تاريخ اليمنيين تغيب الفاعلية السياسية وتحضر بعدها محاصصات فردية في المناصب، فتتعدد مراكز القوى وتتفتت اليمن وتتشظى بين مجموعات وكتل. تتوزع المواقع وتفرز أنوية صراعات داخلية في كل منطقة ومحافظة. غياب فكرة الدولة بحسب متابعين أنتج هذه العلاقة المشوهة بين الشرعية والتحالف. التعيينات الفاسدة القائمة على المحسوبية التي تمضي خارج سياق الدولة وسوء توزيع الأدوار نتيجة انهيار السلم الإداري في منظومة الحكومة ومؤسساتها. فما الذي تبقى للمواطن والمحارب الذي يقاتل بعصا الدولة ويلوذ بها إذا انهارت وحكمت مؤسساتها من قبل عصابات؟ وما هي تداعيات إهانة رمزية الدولة وفشل بناء مؤسساتها في مناطق الشرعية؟ مشاهدينا الكرام، حول هذه الأسئلة وغيرها ستكون حلقتنا لهذا المساء مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الزرقة. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. مساء النور. أهلا بك. بداية أستاذ أحمد، وقبل أن نتحدث عن هذا الموضوع الذي ربما تحدثنا فيه مرارا وتشابكت فيه الخيوط، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. ما الذي تبقى من عصا الدولة؟ هذا سؤال اللحظة العريض والجريح في المناطق المحررة. تبرز إلى السطح ندوب كثيرة في جسد الدولة اليمنية، تبرز في تعز وشبوة كثيرا وفي عدن أكثر باعتبارها العاصمة المؤقتة لكل اليمنيين. تعددت مراكز القوى وغابت الدولة كقوة واحدة تمتلك الشرعية والمشروعية في مشهد أقل ما يمكن وصفه بغير الطبيعي، وبالذات في ظل غياب الفاعلية السياسية التي لم تفعل مؤسسات الدولة واكتفت بالجلوس على مقعد الفرجة كحكم ساحة غير فاعل في ملعب الصراعات المتفاعلة. يرى مراقبون أن فشل الحكومة الشرعية في إدارة المحافظات المحررة جراء غياب الرؤية الواضحة والعمل بطريقة ارتجالية وعشوائية تفتقر للتخطيط وخلق أسس واضحة تلتزم بها كل القوى المنخرطة في خط المقاومة تحت لافتة الحضور السياسي للدولة. بحسب متابعين، فإن فشل الحكومة الشرعية في أداء وظائفها الأمنية والخدمية والاقتصادية ليس بمعزل عن الفشل السياسي للقيادة الشرعية التي يبدو أنها تسير وفق إملاءات وتوجهات قيادة التحالف التي تدير معركة التحرير وفق معادلة غامضة بدأت تتضح بعض ملامحها وما خفي كان أعظم. العلاقة المشوهة بين الشرعية والتحالف تبدو مخرجاتها كارثية تهدد مصير أمن اليمن والمنطقة، من بينها تفتت اليمن وتوزيعها بين مجموعات من الكتل والفرقاء وخلق أنوية صراعات داخلية في كل منطقة ومحافظة قد تنفجر في وجه الجميع تماشيا مع القاعدة الفيزيائية: الضغط يولد الانفجار. إهانة رمزية الدولة والفشل في بناء مؤسسات الدولة في المناطق المحررة يخلق عبئا مضاعفا في طريق استعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية، خصوصا مع بروز الكيانات الأمنية الموازية للدولة التي تبدو أغلظ عصا وضعت في عجلة معركة التحرير. إذا أستاذ أحمد، بعد 3 سنوات من الانقلاب وانتقال الشرعية إلى مربع الكفاح والنضال لاستعادة دورها الحقيقي واستعادة الدولة، كيف تقيم أداء الشرعية في ظل كل هذه الظروف؟ أولا، قبل أن نذهب لتقييم الدولة أو الشرعية، نعرف أن الدولة كما تعرف هي شعب وأرض ونظام. موجود شعب، موجود أرض، نظام غير موجود على الأرض حقيقة، وهذا بالتالي لا يمكن أن يتم تقييم أداء الحكومة وهي غير موجودة على الأرض وهي خارج اليمن وهي ما زالت أيضا غير قادرة على العودة وممارسة مهامها 3 سنوات، ولم تستطع الشرعية بناء حتى وزارة واحدة أو مؤسسة واحدة داخل اليمن. هناك وزراء لم يعودوا إلى اليمن منذ تعيينهم، هناك رئيس دولة مختطف بالمعنى الحرفي غير ممنوع من زيارة اليمن، وإن تم الموضوع السمح له بالتحرك خارج اليمن فقط من باب النكاية أنه غير مسموح له. رئيس حكومة يتحرك وفق خطوط محددة
لاحظ أنه رئيس الحكومة يذهب أكثر من مرة إلى قيادة التحالف، وهذه لم تحصل في التاريخ أنه قائد أو رئيس حكومة يذهب لمقابلة الحاكم العسكري، ربما لأغراض ليس لها علاقة بأداء الحكومة. محافظة بلا محافظين، 85% من الأرض التي يتحدث عنها الشرعية أو الرئيس هادي أو التحالف أنها تحت سيطرة الشرعية، هي أيضا مثار للكثير من التساؤلات والتفاهم والحيرة. 85% ربما المنطقة الوحيدة التي تستطيع أن نقول أنها مؤمنة إلى حد ما هي مأرب، وهي ليست بجهود الدولة، بجهود أبناء هذه المحافظة، بجهود محافظها والسلطة المحلية وتعاون الذي دائر داخل هذه المحافظة. المناطق الأخرى الدولة بشكلها المتوقع أو الذي يراد أن يكون موجود غير موجودة، غير موجودة في عدن، غير موجودة في حضرموت، غير موجودة في أبين، غير موجودة في لحج. لاحظنا أن محافظين يعني يدينوا للإمارات ويدينوا المجلس الانتقالي أكثر من وراءهم للحكومة. وبالتالي عندما نريد أن نقيم أداء حكومة، ما هو البرنامج الذي قدمت به الحكومة منذ 3 سنوات يعني حتى يتم تقييمه؟ وبالتالي نحن أمام معضلة كبيرة جدا. الحديث عن الأداء الحكومي، ربما كان الناس خلال العام الأول العام الثاني يأملوا أن هذه الحكومة بإمكانها أن تقوم بشيء، بأنها وجودها في الخارج سيمكنها من الحرية أكثر من الانتقال لعرض الملفات اليمنية، لكن وجدنا أن هناك وزراء مقيمين بشكل دائم في القاهرة ليس لهم علاقة إلا أنهم وزراء. لم نشهد خلال 3 سنوات أيضا أي وزير يظهر على الناس يقول، يشرح للناس ما الذي يحدث، يرسل رسائل طمأنينة. شاهدنا عشرات الوزراء يعينوا أبنائهم وأقاربهم، وبالتالي مرحلة الخلاص الفردي. هناك مشكلة حتى الحكومة موجودة في الرياض، هناك مشكلة كبيرة يتعرض لها المغترب اليمني في الرياض، لم تكن هذه المسألة مطروحة نهائيا، باستثناء حديث عابر أو تصريحات عابرة في وكالة الأنباء أن هناك رسالة من الرئيس وأن هناك وزير الخارجية التقى، لكن على الأرض لم يحدث أن طرحت هذه القصة بشكل حقيقي. وبالتالي نحن أمام هؤلاء، إذا لم يخدموا المغتربين ولم يخدموا المواطنين ولم يخدموا الطلاب ولم يخدموا الجرحى، من يخدموا؟ هذه إشكالية كبيرة جدا. هذا سؤال مهم أستاذ أحمد، يعني إذا لم نمسك يعني طرفا واحدا، على الأقل نستطيع أن نقول أن الدولة تقوم بمساندته أو تقوم بإعطاء حقه. يعني 85% من الأراضي التي قيل أنها حررت وتحدثت عنها، يعني كل ذلك أستاذ أحمد يعني يجعلنا نتساءل، لما هذا الفشل الذريع في إدارة الدولة؟ هل يعني أنا ربما يعني لاحظت في كلامك جملة الخلاص الفردي، هل فعلا كل شخص يبحث عن خلاصه الفردي فقط دونا عن بقية الجماعة؟ طبعا هذه إشكالية كبيرة جدا تعرضها اليمنيين، ربما هي حالة سيزيفية مستمرة. لكن هناك أيضا إشكالية، التحالف أيضا عندما دخل اليمن لم يدخل، هو دخل من باب أنه سيعيد الشرعية، ولكنه اليوم من يمنع عودة الشرعية، وهذه مشكلة كبيرة جدا تقضي على كل الخطوات الأخرى. يعني عندما أنت تتدخل لأجل إعادة الشرعية ومن ثم ترفض إعادة الشرعية، معنى أن هناك مسارات أخرى. الحكومة الشرعية للأسف هي الطرف الأضعف في هذه اللعبة، في لعبة التحالفات، في لعبة العلاقة بين الأمم المتحدة، بين القوى الإقليمية، بين التحالف. وبالتالي الحكومة هي للأسف تم استخدامها كأداة لتصفية حسابات، للانحيازات ضد أطراف معينة. تم إقحام الحكومة اليمنية أو رمزية هذه الحكومة في صراعات هي خارج اختصاص اليمنيين، وبالتالي لم يكن، فقدت تأثيرها وفقدت أثرها أيضا وفقدت حتى وجودها. باليوم نحن اليوم نلاحظ أن الضغط الذي تتعرض له الحكومة هذه أو فكرة الشرعية أكبر بكثير من الضغط الذي تعرض له الإنقلابيين اليوم. يعني يتم إفشال، ويتم يعني الإمارات تضغط، والسعودية تضغط، التحالف تضغط، الأمم المتحدة يضغطوا جميعا من أجل ضد الحكومة وضد الرئاسة وضد هذه المؤسسة التي يفترض أنها تمثل الشرعية والتي الجميع جاء ليتحالف معها. بينما نلاحظ أنه الحوثي لا يتعرض لأي ضغط نهائيا ولا يتعرض لأي عقوبات، وعندما تم محاولة عقابه أو محاولة القيام بضغط قامت الدنيا ولم تقعد. رغم أنه هناك فرق أيضا للأسف، هناك لا توجد دقة في التوصيفات. عندما تم إعلان عن حصار
وتم إقفال المنافذ، ربما هذه كانت واحدة من الآليات التي إلى الآن التحالف لم يستطع أن يتجاوزها. هناك فرق بين أن تحاصر جماعة، بين أن تخوض حربا ضد هذه الجماعة، وبين أن تحاصر شعب بأكمله. يعني هناك أيضا منافذ للسلاح معروفة، وهناك هذه القصص يعني يتم الحديث عنها خلال 3 سنوات. خلال 3 سنوات لم يتم التوصل إلى اتفاق. أيضا العلاقات المشوهة داخل الجسد الواحد، هناك علاقات بين الأحزاب التي منضوية ضمن مشروع المقاومة، هناك علاقات مشوهة، علاقات كل طرف يريد أن ينقض على الآخر. هناك أيضا خصومات، تم الذهاب بكتلة الشرعية وكتلة المقاومة التي كانت كتلة واحدة إلى مشاريع مجزأة. يعني لو ذهبنا إلى تعز لوجدنا في تعز مشاكل كبيرة جدا تتعرض بعدم التنسيق، بأيضا إنشاء عداوات في مجتمع هو أيضا محاصر ويتعرض للأذى ويتعرض للعنف، ومع ذلك تم إشغاله بمعارك جانبية. لو ذهبنا إلى عدن أو إلى الجنوب، هناك أيضا معارك جانبية عاقت حتى وصول خدمات للناس. يعني غير المعقول 2 سنوات على تحرير عدن وما زال الناس يعانوا من إنفلات أمني، من اغتيالات، من عدم وجود الدولة، من انعدام للكهرباء، انعدام للبترول، للمشتقات. إذا لم يكن هذا فشل فماذا؟ يعني للأسف نحن نلاحظ أن هناك ضغط كبير جدا على هذه الحكومة، والحكومة هذه أيضا ليس لها تضع إذن من طين وأذن من عجين، وليس يعني لها علاقة نعم. وليس لها ارتباط. لكن أستاذ نعم أستاذ أحمد، يعني أنت تحدثت عن ضغوط شديدة تواجه الدولة، ليس فقط يعني الانقلاب وإنما المجتمع الدولي، التحالف، يعني كثير من الضغوطات تواجهها الحكومة كحكومة شرعية لا يواجهها الانقلاب. وهناك من يتحدث أيضا أن حتى الإعلام، حتى من كانوا مع الحكومة كشرعية، من كانوا يقفوا مع شرعية الدولة كمفهوم لا كأشخاص، يعني أيضا يشكلوا ضغط غير عادي على هذه الدولة. يعني أنت تحدث ربما عن مخارج هم يستخدمونها، نحن يعني لسنا لوحدنا في الملعب، هناك ضغوطات دولية علينا شديدة، لا نستطيع التحرك بسبب ضغوطات التحالف، لا نستطيع، يعني هذه المبررات التي يسوقونها دائما أليست يعني يمكن أن تؤخذ بمحمل الجد؟ لا يوجد أي سبب يمكن التبرير الفشل الذي تعرض له الحكومة والدولة. هناك خلل داخل المنظومة. هنا يعني وزارات أو حكومة مكونة من أكثر من 28 وزير أو 32 وزير، وعلى الواقع لا يوجد أحد، ومئات الوكلاء وآلاف السكرتاريات والمحسوبات والوظائف الوهمية، جهاز بيروقراطي كبير جدا ولا يقوم بأي دور، تفتيت للكتلة، هناك جيش وطني ولكن داخل الجيش هذا لم يتم إلى الآن القدرة على استيعاب هذا الجيش، هناك سلاح منفلت، هناك يعني لا توجد مكاشفة حقيقية، المرتبات الناس منعت لأكثر من 3 أشهر، ومن ثم في آخر لحظة تم إدخالها بشكل غير مباشر كي تصل إلى الناس، ومع ذلك لم يظهر أحد ليتكلم، لم يظهر أحد ليقول ما هي الضغوط التي تعرض لها. إلى الآن الرئيس هادي لم يعود إلى اليمن، ومع ذلك لم يظهر بيان من الرئاسة يقول أنه فعلا منع من العودة إلى اليمن، لكن يقول لا يكذب تلك الأخبار. يعني الناس يريدوا أن تكون هناك حكومة في الأرض، هناك لم يعرف الناس مسؤول حكومي، لم يعرف الناس مسؤول حكومي يلتحم بالناس ينزل إليهم. عندما ذهب نائب رئيس الوزراء جباري إلى تعز، لاحظنا كيف انتعشت الأمور في تعز، كيف ارتفع سقف الآمال، كيف استطاع أن ينجز شيء كبير جدا لأن هناك نزول الميدان. لكن الآن محافظة تعز، محافظة عدن، محافظة بلا محافظين، متروكة للصراع، متروكة للفصائل، متروكة للتدخل القوى المختلفة. يعني في تعز هناك إشكالية كبرى جدا، ما زال الجميع يصم أذانه أو يحاول أن ينكر أن هناك مشكلة في تعز، مشكلة كبيرة، هناك سلاح منفلت، هناك فصائل، هناك أيضا جماعات، أيضا تم في الفترة الماضية حاول الحوثيون وحاول غيرهم يعني وصم هذه المحافظة بالدعشة وأنهم دواعش وإلى آخر، وعندما فشلوا الآن ذهبوا لاتجاه آخر لخلق صراع آخر على نمط فيه جماعات متشددة وما جماعات، وهذه الإشكالية الكبرى تعانيها مدينة محاصرة منذ أكثر من عامين،
وبالتالي أين الحساسية التي لدى هذه القوى؟ التحالف الذي أيضا يتحدث أنه جاء لدعم الشرعية ما زال لديه مشكلة كبرى، ما زال يمنع أيضا من وصول الإمدادات، ما زال أيضا يتعامل مع حتى مع احتياجات الناس كأنها بلا، كأنه الناس يريدوا فقط سلال غذائية ويريدوا فقط أن تصل لهم هذه المعونات. هناك مشكلة كبيرة جدا، هناك فصل كبير جدا الآن يحدث في على المستوى الأرض. الحوثي الآن في صنعاء وفي المناطق التي يسيطر عليها يتبرطع وينهب ويفرض أسعار ويفرض معاناة ويضغط على الناس، ومع ذلك لا يوجد ضغط عليه من المجتمع الدولي، من التحالف، لا أحد يذكره، اليوم الحوثي يتحرك ويخطب وقواته تذهب إلى كل مكان ولا أحد يتحدث عن هناك انتهاكات، لا أحد يتحدث عن هذه الانتهاكات. الآن هناك أصبح الحوثي يراد أن يقال للناس أن الحوثي والمخلوع صالح هو الخيار الجيد. اليوم الحوثي وصالح من 3 سنوات هم متحالفون، وهم كان بينهم حروب يعني، وفي أكثر هناك أكثر من 30,000 جندي قضية في هذه المعارك اللي في معارك صعدة، والتحالف أو الأخوة في المقاومة في تعز وفي عدن وفي غيرها من المحافظات لا يستطيعوا أن يعني يقفوا صفا واحدا في وجه هذا العدوان. تعز ما زالت يعني تحاصر، وكل يوم يشن الحوثيون آلاف الهجمات، وسلاح المقاومة ينفلت ويصوب بين الأخوة، وهذه كارثة كبيرة جدا. لا يوجد كبير في هذه البلاد، لا توجد حكومة، لا يوجد مسؤول الناس يستطيع الرهان عليه. الناس راهنوا على الرئيس هادي، راهنوا على بن داغر، راهنوا على كل هذه الخيارات، لكن هذه الخيارات لا تلتصق بالناس، لا تعرفها. الرئيس هادي متى آخر خطاب وجهه للناس وخاطب الناس وقال لهم؟ متى فكر بالعودة إلى آخر مرة فكر بالعودة إلى اليمن؟ لماذا لم يذهب إلى مارب؟ لماذا لم يذهب إلى مناطق سقطت؟ يعني الآن سقطرة خارج التغطية، هناك محاولات لفصل أجزاء كبيرة جدا لفرض واقع آخر في الأرض، وبالتالي هذه اليمن ليست تركة الرجل العجوز، هذا اليمن بلد حي، بلد لديه القدرة على التجاوز هذا، لكن هم الناس خرجوا بحاجة إلى نموذج، بحاجة إلى شخصية قيادية تقول للناس تعالوا. ذهب الناس إلى الرياض فيه، وكان من ضمن الذين ذهبوا الدكتور عبد الكريم الإيراني، وهو من أشد الناس كانوا معارضين للدور السعودي خلال الثمانينات والسبعينات وغيرها، وذهب لكن قال أنه ذهب فقط من أجل البقاء مع عصا الدولة، أنه لو لم تبقى من الدولة إلا عصا لالتحق بها. وبالتالي الناس الآن يريدوا دولة، يريدوا قانون، يريدوا عدالة، يريدوا خدمات، من سيقدم لهم الخدمات هذه؟ إذا لم يعني أستاذ أحمد، يعني هناك من يتحدث أن رئيس الوزراء منذ فترة في عدن يقوم بكثير من افتتاح المشاريع، يتحرك هنا وهناك، ولكن الطرف الآخر أيضا يقول أن عمله لا يتجاوز كونه محافظ وليس رئيس وزراء، يعني ولا يتعدى الأعمال التي يقوم بها محافظة عدن. برأيك لما يقبل كبار المسؤولين لدينا بهذا الدور السوري أو بلا دور؟ يعني نعرف أيضا أن المعمري قدم استقالته منذ شهرين، ويعني عفوا يعني رجع عنها، نعم رجع عنها، ولكن منذ ذلك الرجوع لم يتخذ أي خطوة إيجابية نحو المدينة. لما يعني أقبل أن أكون في محل مساءلة أمام الشعب، أمام الله، أمام ضميري، ولا أستطيع أن يعني أقدم على أي خطوة حقيقية؟ لأنه لا توجد مساءلة حقيقية، لا يوجد من يسأل هؤلاء، ولا يوجد من الناس هؤلاء اعتادوا أن يخفقوا وأن يرتكبوا جنايات وأن يرتكبوا أيضا مخالفات، ولا أحد يسائلهم. في الأخير يعني تم تصوير كل ما حدث في عدن وكل ما حصل على أنه خلاف شخصي بين المحافظ وبين رئيس الحكومة. هناك ملفات كبيرة جدا شائكة، هناك أيضا رئيس حكومة يجب أن، ما هو البرنامج الذي قدمته الحكومة؟ ما الذي قدمه على مستوى البلد؟ ما هي الخدمات التي قدمت على مستوى المحافظات الأخرى؟ على مستوى الخطاب الإعلامي، على مستوى الخطاب الإنساني، على مستوى الخدمات، على مستوى أيضا التحركات الإقليمية والدولية، ما الذي تقدمه هذه الحكومة؟ يعني نحن نتحدث على حكومة لديها مشروع، حكومة طوارئ، حكومة أزمات، لا توجد خلية أزمة. عندما تريد أن تبحث عن معلومة لا تجدها، لا تجد أي مسؤول، لا تجد أي ناطق رسمي، لا تجد أي وزير يقبل أن يتحدث بها. الناس معتمدون على التسريبات، الوزراء موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي في وموجودين ايضا في اماكن اخرى ليست، لا يجب ان يكون موجودين فيها، لا احد موجود في الميدان، الميدان متروك للفوضى، متروك للعصابات، متروك ايضا لمن لديه القدره على تنظيم نفسه. من غير المعقول ان لا تكون هناك الى الان وزاره داخليه حقيقيه،
يعني من يضبط الأمن في هذه البلاد؟ من يضبط الاقتصاد في هذا البلد؟ محافظ البنك غير موجود في عدن، تم نقل البنك إلى عدن ومع ذلك لم يتم تفعيله بشكل كامل إلى الآن. كيف نستطيع أن نتحدث عن حكومة تقوم بدور ولا توجد لديها أي قدرة على استثمار الموارد؟ هناك النفط، هناك الغاز، هناك الموانئ، هذه كلها جميعها خارج سيطرة الدولة. كيف بالإمكان أن تتحدث عن سيادة وطنية وعن وما زال الجميع يأخذ مرتباتهم من الخارج؟ هناك موارد في البلد هذه لكنها تذهب لجيوب الفاسدين في حضرموت، في عدن، في تعز، في شبوة، في كل المناطق، في صنعاء، في هذه المناطق جميعها ما زالت تورد للفاسدين. اليوم بالأمس كان هناك تأميم لست شركات أو مصادرة لست شركات من قبل الحوثيين، الكمران واليمنية والتأمينات وبالتالي لم يصدر أي موقف من الحكومة. اليوم العملة تنهار والناس يموتون جوعا ولا أحد يبالي بهم. الحديث عن أن المرتبات منتظمة ولا أحد يستلم مرتباته، في عدن لم يستلموا الناس مرتباتهم، في تعز لم يستلموا الناس مرتباتهم، إلى الآن سنة وأكثر من سنة وشهرين ربما والمعلمين لم يستلموا أي ريال. وبالتالي أين هي أين هو النجاح؟ المشكلة حتى أحمد نسميه؟ يعني كلما حاولنا أن يعني نأخذ أحد من طرف الحكومة وقبل يعني بظهور معنا يشعرنا أننا نعيش في عالم آخر وهو في عالم آخر، يتحدث عن المشاريع، يتحدث عن إنجازات، يتحدث عن خطوات قائمة، يتحدث عن رواتب مدفوعة. يعني هذه المغالطات الإعلامية، يعني الجميع بدأ يعني يعرف ما الذي يحدث في اليمن، ما هو واقع اليمن، ولكن هناك أيضا أسلوب آخر يعني ألا اعتراف بالفشل والمكابرة على أن هناك خطوات وأن هناك تحسن وأن هناك خدمات تقدم للمواطن. نحن يعني نواجه إشكالية حقيقية بهذا. الإشكالية التي تتعلق بالشفافية، تتعلق بعدم وجود مؤسسات للمساءلة، لا برلمان يسائل، لا قضاء يلاحق، لا نيابة، لا رأي عام، لا إعلام، وبالتالي هم من على من؟ يعني ربما الضغط الوحيد الذي يجدوه ربما هو في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي هم غير آسفين حتى لم نجد أي وزير يتحدث تذكر أو تنشر وثائق فساد في وزارته أو في مؤسسته أو حتى على مستواه الشخصي ويصدر حتى بيان ينفي. هم لا يكترثوا بشيء لأنه في الآخر هم جاءوا وبالتالي هم يقولوا لا يوجد من يشكل عليهم ضغط، لا حكومة تسائلهم، لا رئاسة الدولة تسائلهم، لا يوجد جهاز مركزي للرقابة والمحاسبة، وبالتالي هذه يعتقدوا أنهم في حل من المسؤولية. لكن القصة الكبرى اليوم الناس أمام مشروعين، يعني يراد لليمين أن يكون هناك أكثر، يعني يا ريت هناك مشروعين، هناك أكثر من مشروع الآن يتم السير فيها قدما. يعني توقفت الأمم المتحدة عن الاكتراث بمعاناة اليمين وعن إيجاد حل، وبالتالي ولم يعد هناك مخرج أمام اليمنيين إلا بأن تتحرك. يعني راهنوا على التحالف، راهنوا على المتحدة، راهنوا على كل شيء، لم تعد هناك أي خيارات متاحة للرهان عليها لأنه في الأخير لا يمكن الرهان على جواد خاسر للأسف. لا يمكن، وأيضا لا يمكن العودة أو القبول بوجود الحوثي والمخلوع صالح، وبالتالي هذه واحدة من المستحيلات ومن الأشياء التي لا يمكن أن يقبل بها اليمنيين ولو استمرت الأزمة 100 سنين. لكن هناك معاناة صامتة، هناك شريحة تتسع يوميا، يعني مئات الأسر أو آلاف الأسر اليوم لا تجد ما تقتاتبه، لا يوجد الناس كيف يذهبوا، يعني كيف أكثر من 4 مليون طالب أو طفل خارج التعليم، وبالتالي يتم تصنيف اليمن كأسوأ بلد في العالم يعيش فيه الأطفال، ومع ذلك لم يتحرك أحد. البيانات والحديث عن هذا بلد سيء، بلد فيه أزمة، بلد فيه نكبة، لكن على المستوى الأخلاقي لا يوجد أي تحرك أخلاقي، وبالتالي أيضا لا توجد لدينا أيضا أي تحرك لدى هذه الحكومة. ربما المجتمع الدولي لا يتحرك أستاذ أحمد من تلقاء نفسه، لم يجد من يحرك ولم يجد من يضغط عليه، وحكومتنا للأسف الشديد يعني لا نجد أنها تتفاعل بهذه القضايا أبدا، ولا أي ملف تم حله خارجيا. يعني الملف الإنساني ملف قوي وكبير كان ممكن الضغط عليه من على الحوثيين وعلى الانقلاب من خلاله، الملف الصحي، الملف التعليمي، كثير من الملفات التي كان ممكن أن يعني تهتم بها منظمات عالمية ربما لإنقاذ الوضع في اليمن. طيب أنا سأسألك سؤال، متى آخر مرة استضفتوا مسؤول كبير؟
متى رد عليكم مسؤول أو وزير أو وكيل وزارة أو واستطاع أن يجيب على تساؤلات الناس؟ صحيح. متى تم تقديم مجموعة من الأنشطة أو مجموعة من التقارير حول أداء هذه الحكومات؟ ربما 3 سنوات انتهت وكل نهاية عام لا يوجد أي تقرير، وبالتالي هناك إشكالية كبيرة جدا. الحكومة تعاني من صمم كبير جدا. هم يروا أنهم موظفين ليس مع اليمنيين، هم موظفين لدى التحالف، لدى الشقيقة الكبرى، لدى أي أطراف أخرى. لكن هل الذي يريد هذا السيناريو؟ هل هو من يريد إضعاف الشرعية بهذا الشكل وإظهارها بهذا المظهر؟ بالتأكيد هناك مشاريع داخل التحالف مختلفة. أولا السعودية منشغلة بملفات أخرى ليس من بينها الملف اليمني، بينها ملف ترتيب الوضع الداخلي داخل المملكة العربية السعودية. الإمارات لديها مشروع آخر، بقية الدول في التحالف غير موجودة عمليا. يعني من الذي لديه مشروع؟ هناك أيضا الدول الكبرى، لكن هي أيضا المشكلة هي أن هناك 18 دولة هي الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن منذ 2011 إلى الآن لم تتحمل مسؤولية الإنسانية ولا الأخلاقية. الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، هؤلاء الكبار الذين استغلوا اليمن كبوابة للاستنزاف لحلب البقرة الخليجية لبيع صفقات الأسلحة. كلما استمرت الأزمة في اليمن كلما تم تفكيك المنطقة. الآن يتم تفكيك المنطقة بشكل كامل، واليمن يراد لها أن تكون جزء، لن تسلم مما الدمار الذي حل في العراق أو حل في سوريا أو في غيرها، نظرا لأن هناك مشروعين. هناك مشروع واضح للحوثيين لإيران، وهناك مشروع غير واضح أو مشروع أيضا جزئي يريد أن يتم سوق اليمنيين إليه. هناك مشروع الإمارات، مشروع خاص بها ليس له علاقة بالتحالف أو بهدف التحالف بإعادة الشرعية. واليوم الذي يقول أننا نكذب أو أننا نبالغ عليه أن يرى ما الذي تم تحقيقه في الواقع. يعني ما هي القوى التي تم إنشائها؟ تم إنشاء قوى خارج سياق الدولة، خارج جسد الدولة، ثم تحاول أن تقدم نفسها بديلا للدولة، ولن تفلح ولن تستطيع هذه القوى. يعني نحن الناس استبشروا أن الإمارات بلد اقتصادي، بلد لديه وأخذ جزء من المحافظات الجنوبية، وأنه ستتحول عدن وستتحول المكلا وستتحول إلى دبي، لكن تحولت إلى سجون. المجاري لم يتم إصلاحها، بلا كهرباء، بلا مرتبات، بلا معاشات. اليوم الحالة الأمنية رغم عدد أكثر من 15 لواء عسكري داخل محافظة عدن لم يتم ضبط أي عملية تفجير أو عملية اغتيال. ما زلنا إلى الآن منذ اغتيال المحافظ جعفر وغيره الاغتيالات التي تمت عشرات مئات الآلاف، مئات الاغتيالات لم يتم ضبط أي خلية أو تقديم محاكمة، رغم أن شلال شائع وعدد من المسؤولين قالوا أنهم ضبطوا من متسببين بالاغتيال وهي موثقة يعني، ومع ذلك لم يتم تقديم أي من هؤلاء. وبالتالي هناك فجوة، هناك ثقب أسود يريد أن يلتهم العدالة، يلتهم أحلام اليمنيين بالخلاص، يجعل اليمنيين يقبلوا بالوضع الحالي. ما للحوثي للحوثي وما للفوضى للفوضى. وبالتالي اليوم يراد أن تكون تعز على سبيل المثال موصل جديدة أو حلب جديدة، منطقة للتناحر، منطقة للعنف. تم تصنيف بالأمس أحد حلفاء دولة الإمارات في قائمة داعمي الإرهاب، ويلتقي بعدها بيومين بقيادة التحالف ويتم إمداده بالذخائر والأسلحة ووعود أنه سيتم إدراجه. وكيل محافظة تعز للأسف وهو أعلى سلطة موجودة يتحدث قبل أكثر من أسبوعين أنه مع فكرة إنشاء حزام أمني، ومع ذلك مر التصريح هذا، لم تتحدث الحكومة، لم يظهر أي مسؤول يدين هذا القرار، ولم يتم اتخاذ إجراء. وبالتالي التصرفات هذه تقول كأنها تقول للمسؤولين اليمنيين اذهبوا وراء أي مشروع الإمارات، مشروع إيران، مشروع، لكن لن يكون هناك مشروع وطني. وبالتالي نحن بحاجة إلى حامل وطني واضح. نتحدث عن هذا الحامل الوطني أستاذ أحمد، ولكن اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بك مرة أخرى أستاذ أحمد، واسمح لنا أيضا أن ينضم معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث أيمن نبيل. مساء الخير أستاذ أيمن. مساء النور أستاذ آتي، أهلا بك. أهلا بك أستاذ أيمن. يعني تحدثنا مرارا وتكرارا عن فشل الحكومة خاصة في المناطق المحررة، والتي كان يفترض أن تقدم كنموذج لوجود الدولة. وصف ضيفي هنا في الاستوديو أحمد الزرقاء، يعني ربما أن الحكومة والرئاسة مصابة بالصمم
لا تسمع يعني انتقادات الناس ولا احتياجاتهم ولا الضغوطات الدولية حيال الوضع الإنساني في اليمن. كيف توصف أنت العجز الذي أصاب الدولة بهذا الشكل؟ طبعا صحيح هذا أنها مصابة بالصمم، ولكن السؤال الأهم هنا هي لماذا مصابة بالصمم؟ نعم. السبب الرئيسي أن هذه الحكومة لا ترى فعلا أنها حكومة تمثل الناس، يعني هي تمثل مصالحها. وهنا في حالة في اليمن يعني منذ نظام علي عبد الله صالح والأنظمة العربية الدكتاتورية عموما، كانت الأنظمة عادة تمثل مصالحها هي فقط، يعني مصالح الطبقة التي تحكم. هذا انتقل أيضا لحكومة هادي ولهادي نفسه، وبالتالي ما نراه الآن أن الناس يطالبوا، هناك انتقادات، هناك مآسي تحصل على المستوى الأخلاقي على المستوى الإنساني. ولكن نلاحظ مثلا معدلات السرقة والنهب المال العام والمحابة والوساطة في ازدياد، كأن ما في شيء. السبب في هذا أن هذه الحكومة لا ترى أصلا أنها تمثل مصالح أحد، هي تمثل مصالحها هي فقط. ولأن الآن الفرصة سانحة، بعض الرجالات هذه الحكومة وهذه حتى هذه نفسه، هؤلاء كلهم لم يكونوا في موقع السلطة الحقيقية في طوال 30 سنة، وبالتالي هذه فرصة نادرة الآن حتى يحققوا مكاسب عالية. والأمر الثاني أنهم يعني يتوافقوا في سلوكهم هذا مع الداعمين، يعني التحالف العربي السعودي والإمارات بشكل ما مرتاح لهذا السلوك، لأن السلوك المتهور والفاسد والذي لا يقيم اعتبارا إلا فقط الداعمين هو مناسب لمن يدعم أي مشروع آخر، بحيث لأن هذا السلوك يجعل الطرف الداعم يتحكم في كل شيء، وهذا هو الحاصل الآن. نعم، لكن هذا الطرف الداعم أستاذ أيمن، يعني هل هو مستفيد من هذا الوضع، بقاء حكومة مشلولة عالة عليه بمرتباتها بتعييناتها بكل ما يعني ينتمي لها بهذا الشكل، يعني إطالة أمد الحرب؟ نحن نعلم أنها تستنزف دول التحالف بشكل غير عادي، يعني ليست مسألة في صالحها بتاتا. هذا في التحليل الذي يبتغي المصلحة الشعبية بالتأكيد، يعني هذا الآن الذي يحصل ليس في صالحها، لأن يحملها مصاريف ويحملها مشاكل ومصروفات وقضايا، يعني هل كان المفترض أصلا أن تتدخل حكومات ودول في تعيين محافظ؟ يعني هو من الناحية أن واحد كده يشوف المسألة من بعيد ويدافع عن المصلحة الوطنية، بالتأكيد يرى الإنسان أنه هذا مش في صالحهم، لكن في تفكير مصالح الأنظمة بالتأكيد هذا كله في صالح التحالف. لماذا؟ لأن التحالف الآن يسيطر على كل شيء. هل من مصلحة التحالف على المدى القريب، هل مصلحة التحالف أن يكون هناك حكومة لديها استقلال نسبي، تحدد سياساتها، تحدد مسؤوليها، متواجدة على الأرض، تفرض بعض خياراتها؟ بالتأكيد هذا ليس في صالح السعودية والإمارات على المدى القريب. على المدى البعيد هذا يعني دمار لهم، ولكن على المدى القريب هذا ليس في صالحهم. وبالتالي من أي ناحية ليس في صالحهم؟ من أي ناحية؟ يعني تخيلي مثلا أن هناك رئيس حكومة يعين المسؤولين الذي يريدهم هو وليس الآخرين، ليس مثلا السعودية والإمارات، قد يعين مثلا المصالح، يعني يكون مثلا قد يكون هناك مثلا مسؤولين بالتأكيد مصلحة اليمنية ليست المصلحة السعودية. يعني أحيانا أسمع أنا كثير من المحللين يقول يعني هو مصلحتنا واحدة، هذا من الناحية الاستراتيجية، لكن من ناحية الأنظمة اليمن إذا بنفكر مصطلح بشكل تفكير وطني، يعني مصلحة وطنية، مصالح الوطنية تختلف عن مصالح النظام السعودي والعائلة السعودية بالتأكيد، ومصالح العائلة الإماراتية الحاكمة بالتأكيد تختلف. الآن نفترض مثلا هناك استقلال نسبي، قد تصدر قرارات لا تعجب السعودية ولكن تفرض عليها فقط أن تدعم هذا الطرف رغم أنه مستقل، وهذا كنا ما نطالب به منذ البداية الحكومة وهادي. ولكن الحكومة وهادي قرروا أن يتخذوا الجانب الآخر، بمعنى سلم كل شيء، بما فيها أيضا الأحزاب، ليس هذه الحكومة فقط ولكن أيضا الأحزاب، قررت أن تسلم كل شيء للتحالف حتى تأخذ الفتات يعني وتلقي عن كاهلها مسؤولية التعب والجهد ومحاولة بناء دولة ما يعني المهمة المناطب بها الحكومة، المناطب بالحكومة الآن، المناطب بالحكومة مهمة ضخمة، بناء دولة وبيروقراطية تحتاج رجال دولة، تحتاج استراتيجيين، تحتاج ناس كبار يعني. طب يعني إذا سلمنا بما تقول أستاذ أيمن، يعني
نعم، أنا من مصلحة السعودية بقاء الوضع على ما هو عليه، السعودية والإمارات أو يعني أبرز دول التحالف، يعني إلى متى ممكن أن يستمر هذا الوضع؟ هل هناك فترة محددة تريدها قوى دول التحالف أن يبقى الوضع على ما هو عليه بهذا الشكل؟ لأن يعني الأوضاع كلما لاحظنا ازدادت سوءا وخرجت خارج إطار السيطرة، ظهرت جماعات مختلفة، ولاءات مختلفة، كل ذلك يعني ربما يعني يسحب البساط من تحت التحالف، لأن يعني لا يعقل أن يظل الأمر على ما هو عليه، يعني أتوقع سنة أخرى يعني بهذا الشكل. هذا صحيح، لكن كما قلنا من قبل، الناس الآن تحكم في العالم العربي لا ليس لديها هذا التفكير، ولديها غطرسة وثقة وغرور بالذات، يعني مبالغ فيه الغرور الذي يميز عادة، يعني مضطر واحد يقول يميز الأغبياء. فهؤلاء الناس الآن مثلا ينظرون أنه اليمن هم بيقدروا يسيطروا على الوضع مهما حصل في جماعة، فرخت جماعة، يقول نحن في لحظة ما بنبقي قادرين. لكن هناك قوى عظمى فكرت كذا، أمريكا بنفسها فكرت كذا زمان في أفغانستان، وبعد ذلك دفعت الثمن ودفعنا معها الثمن. والسعودية الآن والإمارات يعني مكانها تدخل في نفس الغطرسة هذه، أنه اليمن هذا بلدنا منذ زمان، يعني من زمان نحن الذين نفوذ هنا تاريخي في هذه البلاد، ونستطيع أن نتحكم بالأمور، ولكن يعني مستقبلا لن يستطيعوا التحكم بشيء. واكبر دليل هذا الحوثي، يعني الحركه الحوثيه دعمت من قبل السعوديه لاسقاط ذلك الايام، يعني هذا ضمن المماحكات او العداء للاصلاح، اسقطوا معها الدوله وشجعوا، يعني الحوثي دخل صنعاء بمباركه خليجيه وليس هكذا، يعني من دون على يعني كان على عداء مع الاخرين، ولكن يدفعوا الثمن. لكنهم يبدو انهم لا يتعلمون من الدروس جيدا، هناك غطرسه ما في تفكير هؤلاء هذه العائلات الحاكمه. وبالتالي مستقبلا لا ارى ان هناك وقت معين ربما حتى يستطيعوا ان يتوصلوا الى حل ما بخصوص الحوثي وصالح. متى سوف يكون هذا الحل؟ كيف سيكون هذا الحل؟ هذا امر اخر. ولا يبدو ايضا ان السعوديه يعني حتى الان لا يبدو انها تعرف جيدا ماذا تريد. هناك اصلا تخبط داخل العائله المالكه نفسه، هناك الان صراعات، هناك اعتبارات اخرى تفوق يعني معارك اهم بالنسبه للنظام من معركته في اليمن، وبالتالي هو مؤجل كل شيء في اليمن، تارك البلد ينهار. والحكومة أيضا يعني متماهية مع هذا التفكير، وتنتظر أيضا كأن تنتظر أيضا ولي العهد، كما ولي العهد أيضا ينتظر عرشه. يعني المسألة كلها الآن داخلة في إهمال هذا الوضع، تركه كما هو عليه، أن ينهار البلد أفضل من أن يسقط كله بيد الحوثي، أو يعني هذا وجهة نظر السعودية، يعني إنه أفضل من أن يسقط البلد كله في يد الحوثي، وأفضل أيضا من أن توجد قوى وطنية قوية تستطيع أن تدخل مع السعودية وحكومتها في مساومات. نعم. وبالتالي هذا الوضع المفضل الآن بالنسبة لعائلة حاكمة تتصارع الأجزاء داخلها وتتحارب حتى الآن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أيمن نبيل الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. عودة إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني إذا سلمنا أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، لا أحد يتحدث، مصابون بالصمم كما قلت، لا يوجد رجل رشيد كما يقال، يعني ربما يظهر للناس ويوضح لهم ما الذي يحدث وينأى بنفسه عن كل هذا الخراب الحاصل في البلد. السعودية مستمتعة بهذا الدور، هي والإمارات، أنها مسيطرة على كل شيء، وما زالت اليمن تحت جناحها. الوضع إلى أين سيستمر بهذا الشكل برأيك؟ أولا نعود بس تعليق بسيط على أن الخسائر والكلفة التي تدفعها، يعني أولا لابد من تصحيح أن بالنسبة للمرتبات لم تدفع، التحالف لم يدفع فلسا واحدا، تم طباعة مليارات الريالات بدون غطاء بنكي، وشاهدنا أن هذا واحد من السياسات الخاطئة، لكن كان هو البديل الوحيد ربما. لكن إلى متى سيتم طباعة هذا التصرف؟ السعودية كانت قبل لم تتحمل حتى هذه التكلفة، لم تتحمل ولن تتحملها، هي أعلنت أنها أنفقت على اليمن 12 مليار دولار، وهذا غير حقيقي، لكن هي فاتورة الحرب تريد أن تأخذها أو تسجل دينا على اليمن. الإمارات تقول أنها أيضا أنفقت 2 مليار دولار، أين الإنفاق هذا؟ وبالتالي هذه جميعا كلفة إضافية أو واحدة من خسائر الحرب التي ستضاف على اليمن. لكن هناك يعني اليمنيين قالوا رفضوا أن تكون صنعاء هي العاصمة الرابعة التابعة لطهران، وبالتالي لا يمكن أن يقبل من رفضها بتلك القصة أن يقبل أن تتحول اليمن إلى تابع للإمارات أو للسعودية. هناك الموضوع، هناك علاقات واضحة، يجب أن يتم أن هناك احترام لهذا البلد. هذا البلد هو كيان
يعني لديه حدوده الواضحة، لديه ثقافته، لديه تاريخه، وبالتالي لا يمكن ابتلاع هذه الفكرة واختزال اليمن في مجموعة من التكتلات السياسية والحزبية أو حتى الفصائل المسلحة أنها تمثل اليمن وأنها تقبل بهذا القصة. القصة أنه أنت تدخلت في دولة ولم تتدخل في مشروع، لم يكن ليست هناك دولة، وبالتالي احترم ما أعلنت عنه. وأيضا لكن أيضا الفكرة أنه يجب على المسؤولين التحول من لعب دور الوكلاء، وكلاء مصالح للآخرين، هم معينين، هذا اسمه وزير خارجية الجمهورية اليمنية، وبالتالي عليه أن نتحدث عن الجمهورية اليمنية أولا، هذا وزير إعلام الجمهورية اليمنية، هذا وزير مالية الجمهورية، وبالتالي وهكذا. وبالتالي عندما يتحدث الآخرون أو يتحدث الحكومة عندما تقدم مصالح الآخر على مصالح بلدها، هذه مشكلة كبرى في 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 التفكير. وبالتالي قد يكون هناك ضغط في رأس الدولة، لكن لا يجب أن يكون هذا الضغط يعني الجميع يستسلم لهذا الضغط. عليهم إما أن يكونوا مسؤولين عند قدر المسؤولية أو يغادروا، لا يوجد عيب في المغادرة والاعتراف بأننا فشلنا. لكن خلال 3 سنوات أستاذ أحمد لم نجد مسؤولا واحدا يتصرف يعني بهذه المصداقية مع نفسه ومع الناس، يعني لا رئيس حكومة ولا وزراء ولا رئيس دولة. هناك فكرة، هذا هو السلوك وتقليد. ربما الآخرون هؤلاء من جاءوا الآن إلى السلطة هم أيضا كانوا جزء من أحزاب شمولية، هم أحزاب من كانوا منظومة فاسدة، وكانوا يتعطشون للوصول إلى المنصب. لذلك المنصب يمثل إغراء، إغواء. يعني تخيلي مسؤول يستلم، وزير يستلم مرتبات من ويستلم مخصصات، ولا توجد وزارة، ولا يوجد من يحاسبه، يعين أبنائه كما يشاء، يعين أقاربه، يسافر، يشتروا أملاك، ولا يوجد من يحاسبهم. لماذا عليه أن يغادر ويترك المنصب؟ لأنه هو جاء أصلا، لم يأتي بضغط شعبي، لم يأتي بانتخاب، لم يأتي، هو جاء كتعيين وبتوافق، وأيضا حتى التعيين هو يعرف من عينه، لم يتم تعيينه، القرار لم يكن قرار وطني كامل بتعيين الأشخاص. لذلك لاحظنا انتقال المواقف من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين، من كانوا بالأمس في اليسار أصبحوا اليوم أكثر من اليمين المتطرف، وبالتالي هم اليوم يعبروا عن، يعني من كانوا يتحدثوا عن الرجعية أصبحوا اليوم هم أدواتها، ومن كانوا، وبالتالي للأسف هناك لا توجد هناك منظومة أخلاقية تحكم هذه العملية، ولا توجد أيضا منظومة سياسية. نحن نتحدث الآن عن الطرف الآخر الذي ما زال يلتهم البلد، وما زال يذل اليمنيين، وما زال يعذب الناس، ومع ذلك لم يتم التعامل معه، ومع ذلك ولم يتم الضغط عليه بهذه الطريقة. يعني لو تم تجميد أموال المخلوع مثلا على سبيل المثال، وأقاربه، والتحفظ على أقاربه الذين في الإمارات مثلا، وفي الأملاك التي موجودة في المناطق في الدول الأخرى، ألم يكن ذلك سيشكل ضغط كبير جدا؟ ألم يكون أيضا تنفيذ قرار الأمم المتحدة 2216 بخصوص القادة الميليشيا وقادة حزب المخلوع الذين أيضا تسببوا في هذا الظرف، ألم يكن سيحدث ذلك فارقا كبيرا؟ ألم يكن أيضا فتح الملفات وإيجاد ملف حقوقي متكامل وملاحقة مجرمي الحرب في المحاكم الدولية، أليس كان ذلك سيكون من الأولى؟ أليس من الأجدى أن هؤلاء يقفوا في موقف، لا يذهبوا إلى أقصى اليمين، يقفوا لكن في موقف في منطقة الوسط، بين الموازنة بين مصالح التحالف ومصالح اليمنيين، مصالح الشعب الذي يطحن منذ 3 سنوات. هناك تضحيات يعني أكثر، يعني عشرات الآلاف من الذين ضحوا بدمائهم بحثا عن الشرعية والسعادة الشرعية، ومع ذلك اليوم هم متروكون. هناك عشرات الآلاف من الجرحى، من معاقين، وبالتالي هذه إشكالية كبيرة جدا تتعلق بأن يراد أو أريد اليمن أن تبقى هامش لصراع قوى أخرى، وبالتالي هذا الهامش هو المتن الأساسي. أنا ربما قد تتفهم موقف الإمارات أو موقف السعودية أو موقف أي دولة أو أي طرف آخر لديه قصر نظر، أو لديه أيضا لا مبالاة بدماء اليمنيين وأرواحهم، لكن لا تتفهم أن يكون مسؤول يمني يحمل جواز يمني ويقول أنه يمني وأنه يخدم هذا الشعب وأقسم القسم، ربما وفي الأخير لا يعمل بما تملي عليه ضميره وما يملي عليه واجبه الإنساني والأخلاقي. هذه مشكلة كبرى جدا، يجب عليهم أن يقفوا أمام أنفسهم ويدركوا أنهم مساءلين أمام الله، إذا لم يكن أمام ضمائرهم أمام الله، ماذا سيقول عنهم الأجيال القادمة؟ بالتأكيد التاريخ سيدون يعني كل شيء، ولا شيء يدوم إلى الأبد. لاحظنا كيف تهاوت أنظمة
في لمح العين، وبالتالي وكيف صعدت دول وسقطت دول، هناك مخاض كبير جدا. واليمني ربما اليوم هذه المأساة والمحنة التي يمر بها من شأنها أن توقد، يعني توقد بتضحية هؤلاء الناس شعلة للأمل. قد يكون المستقبل أو الطريق يظهر أنه حالك للسواد، لكن لا شيء يبقى السواد، وكلما ازداد سواد الليل كلما اقترب الفجر، وبالتالي لا يمكن أن يبقى شيء على حاله. قد تحدث انهيارات في المنطقة، تحدث تغيرات بكتل كاملة. لكن في الأخير على اليمنيين، على اليمني، على أطراف الأحزاب السياسية التي تقول أنها لديها مشروع يمني، أن تبقى يمنية أكثر، أن تخفف من حالة الاحتقان، أن يحاولوا الاقتراب من الناس. لا يوجد ما يدعي للتقاتل في عدن أو في تعز أو في غيرها من المناطق. هناك مشروع دولة، يقفوا مع مشروع الدولة ويلتزموا به، وعليهم أن يقدموا التنازلات، يقدموا تنازلات من أجل بعضكم البعض، خيرا من أن تقدمها الميليشيا. الميليشيا على أهبة الاستعداد أن تعود، هي في تقصف قرى في لاحج، تقصف قرى في شبوة، ما زالت موجودة في شبوة، ما زالت موجودة في على تخوم يعني المناطق كلها. وبالتالي بالأمس الميليشيا تصعد، تحاول الصعود، تسيطر على بعض المواقع في العروس، وبالتالي هذه كارثة كبرى. وبالتالي عليهم أيضا يجب ايضا ان تكون ان يتحلى الرئيس هذه ويتحلى الحكومه بالشجاعه والمسؤوليه، ويقولوا ويغادروا، يعني لن يخسر هذه شيئا، هذه اصبح في خريف العمر، لن يضره شيئا عندما اذا قال كلمه واحده. وبامكانه ايضا ان مثل ما استدعى التحالف ان يقول للتحالف ان ينهي دور الامارات اذا كان يشعر انه مضغوط، وبالتالي لن يخسر اي شيء. ما الذي سيخسره رجل في الثمانين من عمره؟ نعم. اذا شكرا جزيلا لك استاذ احمد الزرقاء، المحلل السياسي والكاتب، كنت معنا في هذه الحلقه من المساء اليمني. الشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعايه الله وامنه.